انضم إلينا الآن الدكتور جمال الموسى، مستشار التنبؤات الجوية في مركز طقس العرب من عمان. مرحبا بك دكتور. يعني مراكز الأرصاد الجوية حذرت من الأعصار دانيال وتأثيراته على المناطق التي سيمر بها. لو تشرح لنا أكثر، كيف نشأ هذا الإعصار من البحر المتوسط، وصل إلى مدن الشرق الليبي، كم بلغت قوته، ولماذا كان يصحبه هذا القدر الكبير أو الهطل الكبير من الأمطار؟ مساء الخير إليك، مساء الخير لجميع المشاهدين. هو ليس إعصار بقدر ما هو عاصفة، أنه الإعصار بتكون قيم الضغط الجوي منخفضة كثير عن 1000 هكتوباسكال، وأيضا دائما يتحرك الإعصار من الشرق إلى الغرب، لكن العاصفة تتحرك والمنخفضات الجوية من الغرب إلى الشرق، وأيضا لا تنشأ في منطقة البحر الأبيض المتوسط عادة أعاصير، إنما منخفضات جوية عميقة. لكن اللي صار نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأرض، نتيجة ارتفاع درجة حرارة المياه، اندفع كتلة هوائية باردة من شمال أوروبا نحو البحر المتوسط، صار الاضطراب الجوي، بدأت قيم الضغط الجوي تنخفض، انخفضت لحدود 1000 أو أقل من 1000 قليلا، لكن لم تصل إلى مستوى الإعصار. وأيضا ترافقت هذه الوضعية مع كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا، نشأ عنها نظام جوي متكامل، خلينا نسميه عاصفة، بدأت في اليونان، في تركيا، في اسطنبول، ثم في اليونان، ثم بعد ذلك انزلقت ونزلت إلى تقريبا شمال ليبيا في المناطق الغربية والوسطى. هذا كان تقريبا يوم 9/9، لكن ب10/9 بدأت تتحرك باتجاه الشرق، وهنا بدأت قيم الضغط الجوي تنخفض، صارت سرعة الرياح أكثر، كمية الغيوم أكثر، كمية الهطول أكثر، ارتفاع الموج أيضا صار أكثر على السواحل الليبية، طبعا بسبب استمرار تدفق هواء بارد أصبح تغذية له، قيم الضغط الجوي تنخفض وصار إيه؟ صار يصير أقوى وأقوى. وتوقعنا يوم السبت الماضي أنه هذا المنخفض الحالي الجوية أو العاصفي اللي كان لها خصائص مدارية في بداية ما تكونت، هذه ستستمر في الحركة من الغرب إلى الشرق، وبالتالي ستؤثر يومي الأحد وليلة السبت على الأحد، نعم. يومي الأحد والاثنين على المناطق الشرقية من ليبيا. نعم. دكتور جمال، قلت إن منطقة المتوسط لا تشهد بالعادة أعاصير من هذا النوع، لكن ارتفاع درجات الحرارة يعني ساهمت في حدوث تلك ما أسميتها بالعاصفة. ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الفترة الأخيرة والتوقعات باستمرار هذا الارتفاع، هل هذا يعني أننا يمكن أن نشهد تكرار لمثل هذه العواصف الكبيرة في منطقة المتوسط؟ طبعا ارتفاع درجات الحرارة مهم جدا، ارتفاع درجة الهواء يعني أن قدرة الهواء تستطيع أن تحتوي كمية بخار ماء أكثر، وبالتالي أي وضعية جوية تؤدي إلى تشكل الغيوم وإلى هطول، ستكون هذه الأمطار أو هذه الهطولات غزيرة، وبالتالي ممكن تسبب حدوث فيضانات وحدوث سيول، كون أنه درجة حرارة اليابسة ترتفع وارتفعت كثيرا، وهذا ما أشار إليه أيضا مرصد كوبرنيكوس الأوروبي، حيث تقريره يشير إلى أنه ارتفعت درجة الحرارة في شهر 6 و7 و8، يعني في يونيو ويوليو وأغسطس من هذا العام، ارتفعت ووصلت حوالي 16.77%، أعلى مما كانت عليه سنة 1987. 1987 كانت 15.5، وبالتالي ارتفعت حوالي 1.27%. إذن ارتفاع كبير يعتبر تقريبا، رغم أنه إذا بدنا نرجع إلى بداية الثورة الصناعية فبتكون هذه الأشهر الثلاث وعام 2023 تجاوزت أحيانا درجة الحرارة درجة ونص، وهو الحد اللي وضعه مؤتمر باريس للتغير المناخي، أنه لا تتجاوز درجة الحرارة درجة ونص. وهنا تكمن الخطورة، هنا تصبح التغيرات المناخية واضحة، ينتج عنها أنماط طقس متطرفة شديدة، ينتج عنها موجات حارة، ينتج عنها جفاف، ينتج أيضا إذا ما توفرت الظروف وخاصة في الفترات الانتقالية مثل هذه الفترة ما بين الصيف والخريف،
وتغير الأنظمة الجوية تنشأ أمطار غزيرة وحالات جوية تسبب أمطار قد تكون غزيرة مثل هذه العاصفة التي تكونت طيب الدكتور، في البحر الأبيض دكتور جمال، المتوسط. لنعد إلى العاصفة دانيال كما أسميتها، الآن انتقلت إلى سواحل المصرية الشمالية، هل تراجعت قوة العاصفة وهل تمر أيضا إلى بلدان أخرى بعد مصر؟ هذه العاصفة فعلا هي من امبارح بالليل، يعني ليلة الاثنين على الثلاثاء، بدأت قيم الضغط الجوي ترتفع، بدأت سرعة الرياح تخف، شدة الهطول أيضا تخف، أيضا ارتفاع الموج بدأ يخف على السواحل المصرية، وتحولت من عاصفة إلى منخفض جوي عادي. كانت قيم الضغط الجوي في أكثر من 1000، وصلت حوالي 1003 1004، وكمان اليوم أيضا استمرت في الارتفاع وواصلت حركتها باتجاه الشرق، عندما وصلت إلى منتصف تقريبا الشواطئ المصرية اندمجت بعد ظهر هذا اليوم، اندمجت مع منخفض الهند الموسمي اللي هو هذا المنخفض اللي طيلة فترة الصيف بيأثر على الجزيرة العربية ومنطقة بلاد الشام، وصار عندنا امتداد لمنخفض جوي. لكن هذه الوضعية الجوية يصاحبها كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا، هذه الكتلة الهوائية أيضا تتحرك من الغرب إلى الشرق، وبالتالي سببت أمطار نهار هذا اليوم في مصر، رياح كانت لكن أخف من اللي أثرت على ليبيا، وكمية الهطول كانت أخف، وبالتالي أثارت غبار وأتربة حتى وصلت إلى القاهرة، واليوم وصلت عندنا حتى إلى الأردن غبار عالق في الهواء نتيجة تقدم هذا الأبر تراف أو الكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو العليا، هذا يؤدي إلى رفع الهواء للأعلى وبالتالي دكتور جمال رفع الغبار الموسى. للأعلى. شكرا جزيلا لك، مستشار التنبؤات الجوية في مركز طقس العرب من عمان.